نحو 50 شابا وشابة من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر حلوا بالجزائر لحضور افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بمدينة وهران، مبادرة الهدف منها تعريف أبناء الجالية بالمقومات السياحية والثقافية التي تسخر بها الجزائر. مبادرة طيبة من وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مسجد باريس، تم استقبال هؤلاء الشباب إخواننا وأخواتنا من الجالية الجزائرية ليحضروا عرس بلادهم اليوم، يحضروا بمناسبة قلت الألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما سيحضرون بحول الله تعالى المناسبة الطيبة لاحتفالات 5 جويلية في الجزائر. سطرنا لهم برنامجا يمكنهم أو يتيح لهم أن يكتشفوا على الأقل في هذه الفترة القصيرة ولايتين من ولايات بلدهم. الوفد القادم من فرنسا يتشكل من طلبة ورياضيين وأكاديميين وكذا رؤساء مؤسسات. Alors nous sommes une cinquantaine de personnes constituées d'hommes et de femmes, des gens de différentes catégories, à savoir des étudiants, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des universitaires et bien entendu ne l'oublions pas des sportifs. Nous sommes quand même dans une thématique des Jeux méditerranéens de rang et nous sommes très fiers, je vous le dis vraiment très fiers d'être ici, de pouvoir représenter notre communauté de France. Et c'est un honneur en fait pour nous de pouvoir y participer en tant que franco-algérien parce que malgré tout on vit en France mais on est bouddhair. Je crois في البدايه السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون اللي ألح وأصر على هذه الدعوه وألح وأصر على ان نكونوا حاضرين ومثل الجاليه الجزائريه في حفل افتتاح العاب البحر الابيض المتوسط في وهران. دعوة جزائريين بالخارج لحضور الألعاب المتوسطية خطوة تندرج ضمن مسعى السلطات لربط جسور التواصل بين الجالية الجزائرية بالخارج والوطن الأم.